Makal Hakko，你说的对。Kama astagallul internet fi rafar kudrati alal istima。同样，我使用网络提高我的听力。Fa hunaka mawaqi' iza'atin wa telfizyonat arabiyyati tabussu baramijaha hayyan。网上有实时播放节目的阿拉伯广播电视台。أو ما يسمى بالبث online，或者称为网上直播。أتابعها وأسجلها في مسجل رقمي。我关注并用我的数字录音机录下它。ثم أعيد الاستماع إليها في الوقت اللاحق。然后稍后的时间反复听它。وهناك مواقع لا تكتسر محتوياتها على المقالات والنصوص فقط。网站不仅局限在文章上。بل هي متعددة الوسائط。它还是个多媒体。مثل موقع جمال عبد الناصر，就像贾迈勒·阿卜杜·纳塞尔的官网一样。وعرفة الدردسة，还有聊天室。هل تذهب إليها دائما للممارسة عربيتك؟ 你经常去那里是为了练习你的阿拉伯语吗？أذهب إليها أحيانا إذا وجدت لي وقت فراغ。 我有时去那里，如果我有空时间的话。وقد تعرفت على بعض الأصدقاء العرب فيها。 我曾在那里认识了几个阿拉伯的朋友。فنبقى على الاتصال دائما。 于是我们经常互相联系。كما شاركت في عدة المنتديات。 我也参加了几个论坛。وأظن أنها نافذة مفيدة لمعرفة أفكار ونفسيات العرب。 我认为它是了解阿拉伯人思想和内心的重要窗口。وخاصة الجيل الجديد من الشباب，尤其是新一代的青年。إذا استفاد كل طالب من تجاربك وطبقها في دراسته。如果每一个学生都能从你的经验中受益，并在学习中付诸实践，فذلك سوف يساعده على استيعاب اللغة التي يدرسها。那么这将帮助他掌握所学的语言。كما سيجد متعة في دراسة مثلك。并且像你一样找到学习中的乐趣。أتمنى ذلك，我希望如此。وهذا بالذات ما يقصده الأستاذ عندما قال الطالب هو محور العملية التعليمية وما الأستاذ إلامنظما أو موجها في هذه العملية。 这正如老师所说，学生是教学活动的主体，而教师只是其组织者与引导者。 ب
Bizzati 在句中做意义强调语，为本文注释二中提到的 Zati 用来表示强调意义的另一种用法。موضوع حديث اليوم هو قيمة الوقت بالذات 我今天要讲的话题就是时间的价值。 كان النقاش بين الحاضرين حول هذه النقطة بالذات 与会人员的讨论就围绕这一点。مدام الانترنت يفيدنا ويساعدنا بهذه الصورة العجيبة 只要网络像这样神奇的方式受益我们帮助我们 فهل يمكن القول أنه سوف يحل محل الدراسة بطرق تقليدية那么可不可以说它将取代传统教育方式的位置 لا أظن ذلك 我不这么认为 الأصح أن نقول إن طرق التقليدية وطرق الحديثة يعزز بعضها بعضا 更准确的说法是传统的方式与现代的方式他们相互促进。我的开议 ,Netbahara fi alimil internet bilokatil arabiya, 为了用阿拉伯语畅游互联网世界 ,alaina awwal an nadwa asasan matinan li marifatina lokawiya, 首先我们应该为我们的语言知识打下坚实的基础。我和我阿摩伦拉也达尔尼安托尔给迪拉萨提达格里蒂亚。这件事离不开传统的学习方式。阿尼尔给拉埃特我的海夫尊我打对了我的买扎给拉特我卡斯拉的达马里尼伊拉阿哈了。我指的是阅读背诵复习预习以及大量的练习等。我们拿黑夜的楼和拉另一方面发音的托尔干了哈迪斯在他的法欧法阿拉的迪拉斯我带着阿罗哈默默第二天马拉乌班飞哈。现在的教育手段能够提高学习效率，增加学习的趣味性，并使学生喜欢它。句中 marhub fiha 是间接及物动词 raghib fi 的被动名词形式。阿语中这种间接及物动词的被动名词只用阳性单数形式，它所说明或修饰的名词的性和数表现在介词的受词上。لقد أعلنت حكومتنا أن هؤلاء الرجال غير مرغوب فيهم. 我国政府已宣布这些人是不受欢迎的。سوف نزودكم بالبضايع حسب شروط المتفق عليها في العقد.我们将按照合同约定的条件向你们供货。间接及物动词的被动动词用法与之相仿，动词本身不变化，只有第三人称阳性单数形式。被修饰或说明的词的性数反映在介词的受词上。从语法分析来说，介词及其受词做被动式动词的代主语。لقد أصبحت السياحة في تونس جزءا لا يستهان به من الدخل القومي. 旅游业已成了突尼斯国民收入中
举足轻重的一部分。他小家也不耐也翻了数百摊，连有的干了不阿来哈非哈亚提呢。孩子振作起来，生活中没有克服不了的困难。我湖南的土路滚哈迪斯顿卡西拉顿土土巴古拉呢。现在有很多现代化手段正在被实施。米斯罗尼做米勒莫达阿迪达提我萨伊图我沙巴卡提 internet 我塔利米安布阿德我勒马达拉萨提伊夫提拉对呀我盖里哈。例如多媒体教学、网络、远程教育、网校等。印尼阿斯达米尔伊拉卡拉米卡开门阿斯达米尔伊拉穆哈多拉提乌斯塔族。我听你说就像听老师讲课一样。安西他安纳瓦里迪乌斯塔族菲勒加米尔。你忘了我父亲是大学老师。فهو كثير ما يتحدث أمامي عن خصائص تعلمي وتعليمي في عصرنا الرقمي 他经常在我面前提到这个数字时代教学与学习的特点。صدق المثل القائل 俗话说得好 إن هذا شبل من ذلك الأسد虎父无犬子。الكلمات الجديدة رقمي أداء مدخلة سنة يسني سناء وأثنى على فلان بالغ تضمن الشيء بريطاني خطبة خطب راحل بخلاف كذا أو على خلافه أدمن الشيء أو به أو عليه تكنولوجيا مؤنثة تقنية وظف الشيء أو فلانا سمعا وطاعة نبأ أنباء خبر ممل توهم الأمر تخيل بس يبص بسا الخبر أو غيره متعدد الوسائط أعاد الأمر لاحق منتهى منتديات استوعب استيعابا الأمر منظم موجه حل يحل حلا ومحل فلان قام مقاما عزز الشيء تبخر في فعالية وفعالية التعليم عن بعد افتراضي شبل أشبال أسد أسود معلوماتي اقتصاديات تزود بكذا في متناول فلان بنك بنوك مصرف مصارف كافة جميع على حد سواء بارئ ماهر حشى يحشو حشوا الشيء تصفح الشيء نزل الشيء
يستعان فلانا أو به أما كشيء إضافي صاغ يصوغ صيغة وصياغة الشيء مفهوم مفاهيم توقع الأمر أن يفعل خلاق تألف من كذا تكون منه أنهض